صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 33 لسنة 2018 باستبدال أعضاء في مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض. وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يستبدل كل من النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جمعية وكلاء السفر والسياحة بكل من رئيس لجنة القطاع السياحي في غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة المعارض في غرفة تجارة وصناعة البحرين في عضوية مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتكون مدة عضويتهم في المجلس لنهاية مدة سلفهم.